بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبناء شعبنا المسلم في العراق وأرجاء العالم، إلى شعبنا التركماني المجاهد الصابر الجريح في عموم مناطق تركمانيا وفي أوروبا وفي تركيا، من الأعماق نهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يمنه علينا وعليكم باليمن والبركات، وأن يحفظكم من شرور الأوغاد والإرهاب اللعين. شعبنا المجاهد، وإذ يمر علينا أوقات عصيبة في تاريخنا السياسي والتغيرات التي تحصل في المنطقة والنيران التي تشتعل في جوار بلدنا العراق وما يتعرض عليه الشعب التركماني من استهداف ممنهج مخطط لها في تل عفر وكركوك ودوس خرماطو وديالة، وتغير الخرائط السياسية والجغرافية على الأرض ومحاولات تقسيم العراق، ففي هذا الوقت الحرج بالذات ماذا علينا نفعل نحن كقيادات وأحزاب وشخصيات تركمانية؟ علينا أن نتصالح واحدنا مع الآخر، وحتى الذين نختلف معهم في الإجراءات العملية علينا أن نجلس ونتحاور عن قرب لكي نضع خطة لهذا الشعب المسكين المظلوم الذي أصبح ضحية الإرهاب اللعين في مؤامراته المخططة لها. أن نقبل واحدنا الآخر لردع هذا الخطر مثل ما يريده شعبنا وما سيطلبه منا شعبنا التركماني، وأن نقرر ما يريده شعبنا تحت خيمة واحدة وبقرار واحد، ونقول للذين نختلف معهم في الرؤية والأفكار من أحزاب وقيادات أخرى ومكونات أخرى، نحن سنجلس معكم ونتحاور معكم، ولكن شريطة أن لا نتنازل عن ثوابتنا السياسية وعن ثوابتنا الاستراتيجية. نقول لنبدأ صفحة جديدة من العمل السياسي، لنبدأ صفحة ونطوي الماضي ونرى المستقبل المشرق للتركمان في العراق، وسنبدأها في الأيام القادمة، وذلك بسبب وجود مخاطر جسيمة في العراق، وبالأخص هنالك قانون الانتخابات وقانون انتخابات كركوك، كلها اليوم أمامنا وعلينا أن نتفاهم سوية لنضع خطة مستقبلية لشعبنا التركماني ولنضع لهم استراتيجية ثابتة نحفظ حقوق وأهداف التي خططنا لها من أجل مصلحة شعبنا التركماني. مرة أخرى من الأعماق أهنئ كل أطياف الشعب العراقي وبالأخص الشعب التركماني وشعبنا المجاهد الذي يتحمل هذا الإرهاب اللعين. نقول بالأخير النصر والسلام سيكون حليفنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.